ومحسن خبز ولبن بودره وسكر باودر وسكر بني وبعد كده بيض وزبده وميه. العجينه لازم استعمل دقيق نمره واحد جميع الاستعمالات زي ما انت شايفه كده. احط مقاديري معلقه كبيره من الخميره الفوريه يا حسني، نص معلقه صغيره محسن خبز، معلقتين سكر بودره، معلقتين سكر بني، معلقتين لبن بودره، وادخلهم مع بعض كده يا عم حسني. دي عجينه تكفي قد ايه بقى؟ العجينه دي تطلع لك اكتر من 30 حته. 30 حته من اي مقاس منهم؟ المقاس الميديوم. حلو والله. تقدري تعملي نص المقادير دي. يعني نص كيلو، نص كوبايه. عشان حتى تبقى فريش. نص معلقه، نص معلقه. الواجب انت اعملي. ودي لجيرانك وابعتي لاخواتك واخوات جوزك. انا مال انا اكل عشان الطبق يلف. صح. الطبق اللي بيلف. صح. يلف الطبق. احلى ايام الطبق اللي الطبق ده مستني هيجي لي المحشي وهيجي لي والنبي طبق فراخ يا حوي يا رب. لا لا هقول لك مع الطبق اللي بيلف. انا جيت ادوق عشان التكييف هنا ساقع قوي بارده. عندي الميكروويف ادفي لك اللي انت عايزاه. ممكن اسخنها في الميكروويف؟ الميكروويف على طول. حلو اللي انت قلتيه ده. لو برد منك عشان تقدميه ولا تقدميه يقول لك الله ينور، لازم تدخليه الميكروويف 30 ثانيه. اوكي. عشان ندفيها بس وتتقدم ملتد. عشان نسخنها. نسخنها صح كده وكده. انا احب الملتد. الملتد خالص كده. فادج فادج فادج. تعالى نعجن يا عم حسني الدقيق، قلنا تقدري تعملي نص المقادير دي او ربع المقادير دي. تمام. احط العجان بتاعي واركب الكف فيه. يعني لو عايزه نص كميه 15 رول مش 30 هتقسمي كل حاجه النص. اروح جايه مكسه الكلام ده كله مع بعض. عندي هنا 2 عدد بيضه وذره من الفانيليا الباودر او السايله. تمام. اتمكس الدقيق والخميره والمحسن واللبن البودره والسكر البني وكمان السكر البودره، احط 2 عدد بيض مع الفانيليا. لحق ولفه خلاص اتمكست. اوكي. عندي هنا معلقتين زبده احطهم كده اهو. طب سؤال، احطهم كده ولا سايحهم برضو في الميكروويف؟ انا عايز زي ما هم كده عشان ايه يعمل كرامبل، خليط رملي. اهو قدامك التفاصيل اهو. تمام. انا بحط الزبده زي ما هي قلت يا ابو سينا كده عشان تبقى خليط رملي. رملي هستفيد ايه بقى يا عم حسن لما اخلص؟ اول ما هضيف له السائل اللي هي كميه الميه نص كميه الدقيق مع مراعاه لاثنين بيض 100 مللي من الميه. الاثنين بيض اللي انا حطيتهم عباره عن نص كوبايه من الميه. فانا كده شايف ان انا لازم احط نص كميه الدقيق ميه. تعالى بقى بعد ما بقى خليط رملي كده يا هشام احط نص كميه الدقيق ميه واحده واحده كده على عجينه. العجينه دي هتطلعي منها اللي انت عايزاه كله. مقاديري 5 كوبايات من الدقيق جميع الاستعمالات، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقتين سكر بودره، معلقتين من الايه سكر البني، 2 ومعلقتين من اللبن البودره، وبعد كده 2 بيض وذره فانيليا، وبعد كده احط لهم معلقه من النص معلقه من الملح، نص كميه الدقيق ميه، وفي نفس الوقت 2 عدد بيض مع معلقتين زبده تكون بدرجه حراره المطبخ. العجينه بدات تسمغ اهي. بص واحده واحده قدام حسني يا تفاصيلك. واحنا بننهي الميه كده يا حسني بدات العجينه تسمغ وتكون على السرعه الاولى العجان بتاعك. فين اللي بالجبنه؟ نص معلقه ملح اعتقد. دي هبه الابيض ده بالجبنه ده يا هبه. امال فين اللي بالكراميل؟ شيف حسن يا صباح الصباح يا هبه. الله على الشيف حسن. وحشتينا. بقول لك ايه يا هبه، انت بقيتي جزء لا يتجزأ من البرنامج.